مرحبا بكم في برنامج غريب أنا في الأرض. كلمة مرحبا هي كلمة أرامية معناتها الله محبة. نرحب بكم ونعرف أنه إلهنا إله محبة وعلمنا أنه نحب. اليوم موضوعنا يا أحباء هو الغني اللي عنده طمع. الطمع اليوم موضوعنا هو عن الطمع في الحياة. الطمع هو شيء يدل على الروح الموجودة في داخل الشخص. الكتاب المقدس من خلال لوقا 12:16-21 يحكي لنا الرب يسوع المسيح مثال عن الطمع. الرب لا يريد أنه يكون لأولاده هذا الفكر أنه نكون أنا وياك طماعين أو يكون عندنا طمع. وضرب لهم مثالا قال: إنسانا غنيا أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري؟ وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. الرب علمنا أنه يريدك تكون غني لشخص الكريم، غني وليس من أجل طمع وأمور الدنيوية. شخص كان حلم وشاف رؤية عن في شاف الرؤية اللي حلم اللي شافها شاف في جريدة اللي هي بعد 6 أشهر ومعلومات بعد 6 أشهر، جريدة للمستقبل، شاف شيء مستقبل اللي بعد 6 أشهر وعجبته الفكرة ونظر فيها أنه يقدر يعرف أمور البوصلة الستاك، يقدر يعرف فيها أمور التجارة، يعرف منو راح الفلوس كيف راح تنزل وكيف تصعد، يعرف فيها المباريات من راح يغلب من راح يخسر، ويقدر يقامر في الموضوع ويقدر يكون غني ويكون إنسان إلى كل الغنى. ولكن عندما ذهب إلى الصفحة التي فيها الوفيات في نفس الجريدة اللي شاف بها المعلومات واللي ستغنيه، شاف عن موته هو، موجود إعلان عن موته هو، فتغيرت الصورة. أريد أقول لك أنه أيضا أنا وياك عندنا تاريخ موعد مع الموت، وإذا الرب أعطانا كل الغنى إذا ما عدنا الرب ما يكون الأمر مهم. المهم أنه ما يكون عندك طمع وحب للمال والتركيز على المال في حياتك. غير مقبول عند الرب أنه أنا وياك نحب المال، غير مقبول هذا الشيء. والرب قال لهم للتلاميذ أنه انظروا وتحفظوا من الطمع، الحياة هي ليست من الأموال. الكثير يعني ما يعني حياة أفضل. وكان الفكر أنه الغنى أنه أمر جيد. الفريسي كان يفكرون، الفريسيين كان عندهم هذا الفكر أنه الذي يحبه الرب يباركه. فالرب حكى هذا المثال ويريد ينطينا أنه هناك مشكلة عندما الشخص يفكر بهذه الطريقة. فعند هذا الشخص صار عنده حيرة، أخصبت كورته، أي صار عنده حصاد كثير. ففكر في نفسه، كل شيء يبدأ، أول شيء يبدأ من الداخل، يبدأ من الفكر، يبدأ من القلب، يبدأ من التفكير. صار عنده حصاد كثير، أنه ماذا أعمل، كيف أبني مخازن أكثر. واليوم الناس عندها هواية كثير، عندها مخازن، عندها أغراض فيها وتجمع أغراض، وعندها في البيوت مخازن، وعندها في أماكن ثانية مخازن، وعندها مخازن للمال، وعندها مخازن للأمور. فقال: أهدم هذا المخزن اللي عندي وأبني شيء أعظم مخزن، وأقول لنفسي مرة ثانية
نقول أنه فكر في نفسه وقال لنفسه في العدد 19 وأقول لنفسي. فالرب يقول إن أنه الأمر يبدأ بالنفس، التفكير يبدأ بالنفس، التفكير الصحيح يبدأ بالنفس، التفكير الخطأ يبدأ في النفس. فقال لنفسه: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. الناس اليوم تبني وتحصد وكأنه عندها حياة أبدية في هذه الحياة وتفرح في هذه الحياة، والرب يريدك تفرح، والرب يريد يكون عندك مادة لكي تعيش، ولكن أكثر وأكثر وأكثر وأكثر. اللي عنده محل يريد يصير عنده 10، واللي عنده مليون يريد يصير 10، واللي عنده بيت يريد يصير عنده 10 بيوت، لأنه يريد أكثر وأكثر وأكثر، لأنه التفكير هذا يدل أنه الشخص واثق بنفسه بمادته. وقال هذا الشخص لنفسه أنه مرتاح مع نفسه، وقال: عندي لسنين كثيرة استريح، أكل، أشرب، أفرح. الشخص هذا مركز على هذه الأمور، ما مركز على إيمان. بدون إيمان، ما بدون تفكير بالحياة، عن الحياة الأبدية. الحياة الأبدية هي مهمة، الحياة الأبدية هي شيء لبركتك. الله لم يخلق بني آدم للذهاب إلى الجحيم، ولكن يريد الكل تخلص من خلال الرب يسوع المسيح له المجد. فيقول الكتاب أيضا في كورنثوس الأولى 15: إن كان الأموات لا يقومون، إذا إحنا هاي هي حياتنا، عدد كورنثوس الأولى 15 عدد 32 جزء الثاني، إن كان الأموات لا يقومون فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فهذا الشخص كأنه يفكر أنه لا يوجد حياة أبدية، لا يوجد شيء لازم يأخذ همه بهذا الموضوع، مركز على حياته الحالية، يريد يأكل ويشرب، وهذا هو تركيزه، وما عنده خدمة، وما عنده مساعدة الفقراء، ما عنده محبة للناس الضايعة، بس يفكر بنفسه. فلذلك هذه ما كانت النهاية. فماذا حصل لهذا الرجل؟ حصل أمر اللي يصير للناس كلها. الرب قال له، فقال الرب له في عدد 20: يا غبي، شخص روحيا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فالتي أعدتها لمن تكون؟ تكلم إلى نفسه، خطط إلى نفسه، فصار غبي، روحيا غبي. العالم يرى هذا الشخص بأنه ذكي، ولكن الله يرى هذا الشخص بأنه هو غبي. المزمور 14:1 يقول إن قال الجاهل في قلبه: ليس إله. جاهل، روحيا جاهل، عندما يتصرف شخص تجاه نفسه وتجاه أمواله وعدم قبول المسيح في حياته والتركيز على الطمع والجشع وأكثر وأكثر وأكثر، هذا أمام الله غبي وجاهل، ولا يؤمن أنه الله موجود، ولذلك واثق بالمادة وأناني، فلم يرى كيف يستخدم هذه الأموال لمجد الله، لم يرى كيف يقدر يساعد بها الفقير، يقدر يساعد بها المحتاج، يقدر يبني ليس مخزنا أكبر ولكن ملجأ للناس المحتاجة. الكنز اللي كنزه هو لنفسه. فلذلك عندما شخص يبني لنفسه، النتيجة أنه النهاية هو يأخذ المسؤولية عن حياته. حياتك تؤخذ منك اليوم، وإلمن أنت عديتها. الرب يقول إلمن، راح تأخذ، ما راح تأخذ وياك ولا شيء. الرب يريد من عندك ومن عندي أنه نعد لأمور اللي هي أبدية،
اللي هي تبقى. لا تكنزوا لكم كنوزا على هالأرض حيث الأمور تتصدى والأمور ما تمشي ما تبقى للأبد. اكنز كنز لك على كلمة الله، اكنز كنز لك على وفي ملكوت السماوات. استثمر حياتك لمجد الله، استثمر أموالك لمجد الله، استخدم المواهب اللي عندك لخدمة الآخرين، استخدم كل شيء اللي عندك لهذا الإله العظيم، ولا تظل تطمع أنه يكون عندك أكثر. المادة أريد أقول لك في الأخير أنه لبركتك فقط لكي تكون بركة لآخرين. المادة يا أحباء، الله رايدك أنت كمؤمن أنه تثق بها، ولكن تثق به هو. المادة يا أحباء هي أمانة من الله إليك، أمانة من الله إليك، وهذه الأمانة لازم تستخدمها بالطريقة الصحيحة. فشجعك اليوم، أريد أقول لك أنه الرب ينطيلك والرب يغنيك والرب يباركك من أجل أنه أنت تتبارك وتفرح في الحياة، ولكن تكون بركة لآخرين. الرب ما يريدك تركز عليها وتنسى. الرب ما يريدك تترك يوم الرب وتذهب لأنه تعمل أكثر وتعمل فلوس أكثر. الرب ما يريدك تترك علاقاتك مع أخوتك بالرب وتستثمر وقتك في العمل والفلوس. الرب ما يريد أولاده يكونون مركزين على المادة لأنه يريدون يكون عندهم بعد. الرب ما يريدك اليوم أنه أي شيء يقف بينك وبينه، والمادة هي أمر عظيم، وتعظم المعيشة هي أمور عظيمة، ومحبة العالم هي أيضا أمر عظيم اللي يوقف بينك وبين الإله العظيم. فشجعك اليوم إذا المادة هي بينك وبين الرب أنه تقول له يا رب ساعدني، قل له يا رب أنا اليوم مركز في فكري ونفسي وقلبي على المادة، وأنت ما تريدني أنه أكون بهذه الطريقة. اليوم أريد أشجعك أنه تقبل الرب يسوع المسيح كمخلص إليك. إذا أنت أيضا مركز على المادة ولا تعرف هذا الإله، وتقول يا نفسي افرحي وأكلي واشربي، لأنه يوجد قيامة. الرب يريدك اليوم أنه تقبله. صلي في هذا اليوم، قل له يا رب أنا خاطئ ورح أموت مثل هذا الشخص، ولكن أريد يا رب أنه أخلص من خلالك، أثق بعملك على الصليب أنه أنت متت من أجلي. أرجوك اقبلني، غطني بدمك الكريم، واغفر لي خطاياي، خليني أغير الاتجاه اللي عندي فكريا وعمليا أنه أكون إلك. يا رب ساعدني أنه أعمل لمجدك، لا تخلي الجشع والطمع يغطي حياتي. يا رب أنت الوحيد اللي تقدر أنه تغيرني، أنت الوحيد اللي تقدر أنه تساعدني، وأنا اليوم أثق بيك، وأنا اليوم أريد أقول لك أنا أحبك وأقبلك. باسم الرب يسوع المسيح نعطيه المجد. آمين.